السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية استفراغ الطفل أو تقيؤ الأطفال في المنام. أولا، استفراغ الطفل في المنام للمطلقة. رؤية استفراغ الطفل في المنام للمطلقة دلالة على التغيرات الإيجابية التي سوف تحدث في حياتها وتكون السبب في أنها تعيش حياة مستقرة بعد فترات كثيرة من التقلب. في حال إذا رأت المرأة أن أحد أطفالها يستفرغ في منامها، فتلك إشارة إلى أن حياتها معرضة للكثير من الحاسدين والحاقدين. مشاهدة الرائية استفراغ الطفل في حلمها يرمز إلى أنها تشعر بالوحدة وعدم الوقوف أي شخص بجوارها بعد قرار انفصالها عن شريك حياتها، وهذا يشعرها بالألم والحزن الشديد. تفسير رؤية استفراغ طفل للعزباء في المنام. مشاهدة البنت وجود الطفل يكون بالترجيع عليها وكان مريض في حلمها، فسوف يشير إلى أنه سوف يشفى هذا الطفل عما قريب. عندما ترى الحالمة وجود طفل يقوم بالاستفراغ عليها، يرمز أيضا إلى أنها تدخل في العديد من المشاريع التجارية هتكون سبب في حصولها على مكاسب كبيرة. تفسير رؤية استفراغ الطفل في المنام للمتزوجة. مشاهدة المتزوجة وجود طفل لا تعرفه يستفرغ في منامها، فتلك إشارة إلى وقوعها في الكثير من المشاكل والمحن. وإذا كانت الحالمة تعاني من عدم الإنجاب ورأى الطفل يستفرغ أثناء نومها، فهذا يدل على أن الله سوف يرزقها بنعمة الأطفال عما قريب، وهذا سيجعلها في قمة السعادة بإذن الله. تفسير رؤية استفراغ الطفل في المنام للحامل. رؤية طفل يقوم بالاستفراغ أمامها إشارة إلى أنها سوف تمر بولادة تشعر فيها ببعض الآلام، لكنها سوف تمر على خير وسلام. وجود طفل يستفرغ أمامها دليل على أن الله يرجعها عن جميع الطرق السيئة التي تقوم بها إذا قامت بمسح الترجيع. مشاهدة الرجل استفراغ الطفل على ملابسه إشارة إلى حدوث مشكلات وخلافات بينه وبين مدراءه في العمل، والتي من الممكن أن تكون السبب في تركه لها. رؤية الشخص وجود طفل يستفرغ على ملابسه يشير إلى أنه يعاني من عقبات وعوائق تقف في طريقه، سواء في حياته الشخصية أو العملية. من يرى صاحب الحلم وجود طفل يستفرغ أمامه سواء كان أخ أو ابن أثناء نومه، دليل على الكثير من الأشخاص الذين طوال الوقت يحسدونه على حياته سواء كانت الشخصية أو العملية. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.